راديو تبر اف ام من تبرسق، منكم واليكم. عسلام ومرحبا بكم في راديو تبر اف ام. اليوم عنا برشا فن جديد وبرشا موسيقى باش تسمعوها. اليوم لي زانفيتي نتاعنا ناس معروفين برشا في تبرسق، ناس عندهم ما يقولوا في رواحهم في الموسيقى. اي باوي سي ناس الفقرة، ناس الفقرة اللي هما معروفين في تبرسق باسم حضرة اولاد بن عيسى. حضرة اولاد بن عيسى محاضرين برشا جديد، ديجا مازالوا كي هبطوا كليب جديد باش نحكيوا عليه. هما اليوم معانا في استوديو وباش يحكيونا على الجديد نتاعهم والمسيرة الفنية نتاعهم. واستنونا ما تبدلوش الموجة، اقعدوا معانا ونسمعوا التيتر الجديد نتاعهم اللي مازال كيبات في لارو ميوزك جروب. التيتر هذا من التراث الصوفي التبرسقي من قاع الخابية وبحلة جديدة. نسمعوا التيتر ونرجعوا لكم. راديو تبر اف ام من تبرسق، منكم واليكم. Oh,
رجعنا لكم من جديد بعد ما سمعنا التيتر المزيان برشا يا رسول الله، وتوا باش نقدموا لكم المايسترو حفناوي عميرة والعشاق أمير محمد ثامر. عسلامة حفناوي. عسلامة لارو. عسلامة أمير. عسلامة. سي حفناوي، كان تعرفنا بروحك وتعرفنا بناس الفقرة، شنية جديدكم وتحكي لنا زادة على الغنية الجديدة اللي خدمتوها. عسلامة لارو، والله مشكور على الاستضافة هذه في راديو تبر أفام تبرسق. إن شاء الله مبروك علينا وعلى تبرسق كل الراديو الجديد هذا. بون، أنا غني يذهلي على التعريف شوية، معناتها حفني وعميرة مايسترو أورغانيست، معناتها تربينا في الحضرة، تربينا على السلمية، تربينا على شيوخنا أحلى، نبدأ من ساعة ثمان بنتي طلع يرحمه، وإحنا ماشيين حتى السي فوزي الإمام اللي تربينا عليه وربينا على السلمية صحيحة وإحنا صغار. بوه، الفكرة انت عرض ناس الفقرة كيفاش بدأت؟ بدأت احنا كحضرة اولاد بن عيسى، معناتها يظهر لي تعرفونا من غير ما نبقى نحكي على الحضرة وعلى اعضاء الحضرة. بدأت الفكرة تعرض ناس الفقرة انا وخويا سفيان المرعي اللي نقدم له تحية، تو متواجد هو اخونا في فرنسا، نقدم له تحية من تبرسك طول لفرنسا، وخويا مولدي بن اسماعيل جاري وخويا صغير وصاحبي وكل شيء. معناتها قلنا علاش ليه مش نبقوا احنا فرقه عاديه، الفرق العاديه كلها معناتها معروفين وكلها تخدم وكذا وكذا، واحنا ديجا نخدموا في العروسات وجولة به. مي خلنا نعملوا حاجه للبلاد، خلنا نحاولوا نطوروا، خلنا نعملوا ديرو شارش، معناتها على الغناء الصوفي اللي انت جبته قبيله قلت من القاعة الخابية. هذاك بنينا عليه الكونسيبت نتاع العرض، وبدينا بشوي بشوي نخدموا فيه، وهنا ان شاء الله ديما عنا جديد وديما متواصلين. خدمنا عروض مهرجانات الصيفية، عروض في شهر التراث خدمنا، وان شاء الله جاي شهر عمناه الكورونا ما خدمناش شهر التراث. وخدمنا زاد اكتوبر موزيكال برشا عروض، عجبت العباد الخدمة ككونسيبت كحاجة جديدة هكا في السكتور نتاعنا، ان شاء الله نتفرعوا ان شاء الله نتعرفوا في تونس الكل. وعرض ناس الفقرة ان شاء الله سنة بنات وشاركت في راس لانتاج تظاهرات والعروض الفرجوية، ونحب نقدم تحية من منبري هذا السي فراس حسني على المبادرة، وآمن بالعرض وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. باهي حفناوي، جوست سؤال لأمير، أنا من قبيلة الأحباب والأصحاب هوني في استوديو يحبوا يعرفوا وش معناها العشاق وشنية دور العشاق في الفرقة الكل، فهمتني؟ كان تعرفنا بروحك سي أمير وتحكينا شنية دورك في الفرقة بالضبط وش معناتها عشاق. عسلامة لارو. به العشيق هو كما يقولوا اللفاح اللي في البرمه، كما يقولوا هو اللي كما الملح اللي ما يغيبش على طعام. به العشيق هو اللي يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يزدح بالصوت العالي، عنده الفوال كما يقولوا بالموسيقى الاكتاف يعني العالي، تلقاه هو اللي نويو اللي يحرك الحضره، يسمع الميزان ولا يديريجي ولا يحرك يديه ولا يفهمتي يبخر، سرتو هو اكل تبخير، هو فيدو اكل ديما البخور ويعشق ويحفل اكل الحضره ذيك، واللي هو زاد ما موجود في نلقاوه من قديم الزمان موجود، هو الشوش الحضره اللي هو ديما قايم على الزيار ولا الموسيقى اللي كما يقولوها المجموعة الموجودة في الحضرة، والعشاق اللي صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب ولا معناه العشاق هو اللي يحفل الجو الكل متاع الحضرة. نرجع لك حفناوي، توا حفناوي انت قاعد تخدم، قاعدين تخدموا نورمال مو على اليوتيوب، وعلى عندكم شين يوتيوب، عندكم باج فيسبوك نورمال مو، تحكينا وتقولنا على ساميهم خلي العباد تعرف وتاخو فكرة عليكم. اللي حبي يعرفنا على باج حضرة اولاد بن عيسى تبرسك، النجم يدخل يشوف معناتها
وعنا شان يوتيوب زاد لارو موزيك جروب اللي هبطنا فيه الكليب الجديد نتاعنا، هو الكليب مستوحى من التراث الصوفي التبرسكي، غناية قديمة كانوا يغنيوها احنا في العروسات ماتنا وجدادنا، خاصة في الخلوة تاع العروسة وكان يتلموا هكا في الدار العربي يغنيوها الغناية. بون عملت لها شوية توزيع، بدلتها شوي كريتم، قويت شوي في الريتم، بدلنا الريتم خاطر الريتم نتاعها القديم منني شوية معناتها ما يواكبش العصر نتاعنا. نحب نشكر زادا خويا فاروق البخاري اللي هو تم التسجيل الغناية عنده هو، وهو صور لنا وهو قام كل شيء، نشكره من المنبر نتاعي هذا ونقدم له تحية كبيرة. وهكا قاعدين ندزوا احنا بشوي بشوي أموا باش نعرفوا ببلادنا قبل كل شيء، ونعرفوا منتوج بلادنا وتراث بلادنا، وإن شاء الله تنال أعجب المستمعين الكل. ملكة وكما كنتوا قاعدين تسمعوا ماكس دو بارتاج وماكس دابوني في شان يوتيوب وباج فيسبوك، ونزيدوا نذكركم حضرة أولاد بن عيسى وناس الفقرة سور فيسبوك لارو ميوزك جروب سور يوتيوب. وتوا قبل ما نسكروا البرنامج يا سي علي يعطينا تعشيق سي أمير على الراديو على ناس تبرسك الكل. باهي لارو، أول حاجة بلي مش نطرق الموضوع مادام نحن اليوم خميس في تبرسك العادة هذه موجودة طيب الكسكسي فهمتني، ويعني شنو نقولوا اكيه اليوم خميس وغدوه خميس حاضر محمد وغايب ابليس، فالتعشيقه دي موجوده عندنا نقولوا اكيه عاشق لبي صلي وعلي يا محلى صلاة على رسوله، اليوم خميس وغدوه خميس حاضر محمد وغايب ابليس، صلي على النبي راك تربح، صلي على النبي راك تربح، صلي على النبي راك تربح. راديو تبر اف ام من تبرسق، منكم واليكم.